by which individuals and groups of people learn to promote, maintain, and restore health, address risk, and prevent disease or injury. يعني هي عملية اللي خلالها الناس شو بتسوي؟ بتعزز الصحة، بتحافظ عليها، وممكن إنها تستعيدها وتمنع الإصابة بالأمراض أو تعالج المخاطر. تمام؟ هنحكي كمان شوي بالضبط شو أهداف تعرفها، بس عرفوا لي هلا التعريف. WHO شو بتعرفها؟ بتعرفها إنها هي عبارة عن opportunities أو constructed opportunities for learning involving some form of communication. يعني هي عبارة عن فرص تحتوي أو خلينا نحكي تتضمن، بس يكون في communication. شو يعني؟ تواصل. تمام؟ health education بدها تواصل. طيب designed to improve health literacy including طبعاً الهدف improving knowledge، إنه نحن نحسن المعرفة، and developing life skills that are helpful to individual and community. اللي معناته نحن هدفنا بالآخر to improve إيش؟ knowledge. تمام؟ عشان to improve الهدف. إيش الأهداف تاعتنا؟ أول إشي to inform people or disseminate scientific knowledge about disease prevention and health promotion. دائماً هنعرف هدول المصطلحين. عندنا disease prevention، نحن نحسن المعرفة حتى نمنع من حدوث الأمراض، وحتى نعزز الصحة. هلا حنشوف شو يعني health promotion. كمان motivate people to change their habits and lifestyles which are harmful to their health. يعني نحن نحاول بhealth education إن نشجع الناس إنهم شو يغيروا العادات تاعتهم أو lifestyle، إنهم يحاولوا يكتسبوا healthy lifestyle. Okay, to adopt healthy habits. Come on, to guide people in need or needing help to adopt high healthy practices with healthy lifestyle. If we need people in need, بيكونوا منهم الناس اللي بحاجة إنه عن جد إنهم يمشوا على healthy lifestyle وadopt healthy habits. منهم الناس أكثر ناس بحاجة لهذا. كل الناس اللي عندها أمراض. معناته health education نحن نحكي هو لل healthy people ولا لل sick people ولا all for all people. تمام؟ health education للجميع سواء كان مريض أو مش مريض. طيب شو يعني health promotion؟ هلا لما نحكي نحن بنعزز الصحة، معناته فعليا هي موجودة عندنا، بس كيف بدنا نعززها؟ شوفوا التعريف، خلينا نيجي هون. The process of enabling people to increase control over and improve their health. نحن منسيطر على الصحة، تمام؟ هي فعلياً موجودة بس نحن بدنا نعززها. شو نعزز؟ نقوي، صح؟ نقويها، نحافظ عليها، نحاول نسيطر عليها، نحاول نحسن منها، نزيدها، تمام؟ هاي هي health promotion. فهي عبارة عن combination of educational, organizational, economic and environmental support for behavior and condition of living helpful أو conducive to health. طيب خلينا نجي educational support. كيف أنا بعمل دعم تثقيفي إنه أو تعليمي إنه أنا بعطيكم مثلاً توعية، تمام؟ هاي educational. كيف ممكن تكون economic support؟ كيف ممكن تكون economic support؟ مين يحكي؟ ارفع إيدكم. تفضل. حلو، كيف ندعمها؟ حلو، ممتاز. نعمل health policy. أيوة. Donations. إنه مثلا نعمل عن السكري، إنه نختار center ونعمل donation لمرضى السكري إنه نعالجهم. تمام، بصير قصدك تبرعات. حلو. هلا الفكرة إنه ممكن نعمل health policy نشجع أو الحكومة تشجع المواطنين إنها شو تعمل؟ إنها تخفض أسعار مثلاً الهيلثي فود، تمام؟ وتزيد أسعار الأنهيلثي فود أو الجنك فود. السموكينج إنها تفرض عليهم تاكسس، صح؟ إنه تحاول تعمل يعني بشكل اقتصادي إيكونوميكلي إنه الموضوع يكون صعب على الأشياء الهيلثي، الناس يكون نوت أكسسبل لكل الناس حتى إنهم يتجنبوا، تمام؟ هاي إيكونوميك مثلاً. إنفايرمنتال مثلاً كيف ممكن نحن نعمل سبورت
من ناحية بيئية. زرع الأشجار. مين عنده فكرة أو هيك؟ احكي لنا. يعني ممكن قلل air pollution. قلل air pollution. طيب. حلو. ممكن حط الفلاتر على المصانع مش هذا. طيب اوكي هاي سبورت ماشي تمام تمام. انا بدي اشي للفود تمام اوكي مراكز حلو بالضبط. ممكن نزيد النوادي مثلا او نزيد ال خلينا نحكي الوسائل او الاماكن اللي ممكن الناس تمشي فيها مثلا او الحدائق أو أي مجال يكون في رياضة مثلاً، وهذا الإشي مش كتير عندنا، صح؟ هلا على فكرة في بالدول الغربية في بتلاقي مسارات، يعني مثلاً مش مهم بيكون في عندك سيارات وقطارات، في مسارات للبايسيكلز، صح؟ طب هاي كلها بتدعم الإكسرسايز أو للووكينج، هاي ممكن هيلث بوليسي تكون. هلا ممكن مثلاً نشجع نحن الفارمرز المزارعين إنه ينتجوا الأورجانيك برودكتس. شو الأورجانيك؟ هي العضوية ما فيهاش مواد حافظة، صح؟ وكمان نشجع على تسويقها ونقلل من سعرها، ونحن فعليا عندنا هاي اغلى شيء. يعني نحن لما نفوت المول او كذا انه هذا اورجانيك بتلاقي سعره الدبل. هلا هاي البوليسي كلها بصراحه غلط، انت مش عم تشجع ان الناس تستهلكها. الناس بتلاقيها اول ما هذا اورجانيك بتروح على الطريق الثاني. تمام، هيك ممكن نحن نعمل سبورت. هلا شو رول اوف هيلث كير بروفايدرز؟ انتوا ان شاء الله كطب شو دوركم؟ اول شيء بروفايد اوبورتيونيتي فور بيبل تو ليرن هاو تو ايدنتيفاي اند انالايز هيلث او هيلث بروبلمز اند هاو تو سيت ذير تارجتس اند بريورتيز. هاي شو بتتذكروا شو حكينا عنها هاي الجمله بالمد؟ انه نحن بدنا نشرك الناس انه هي تفهم مشاكلها وتحط الاهداف والاولويات تاعتها انها تحل هاي المشاكل. شو سميناها؟ بالبرايمر هيلث كير كوميونيتي بارتيسيبيشن، صح؟ ناس نسيتوا. طيب كوميونيتي بارتيسيبيشن انا بشرك الناس انهم اساعدهم يتساعدوا معنا انهم يحلوا مشكلتهم زي الدايبيتس زي الهايبرتنشن الى اخره. ثاني شيء ميك هيلث اند هيلث ريليتد انفورميشن ايزلي اكسسبل تو ذا كوميونيتي. شو يعني اكسسبل حكينا؟ انه كل الناس تحصل عليها. ممكن نحن نعمل نشرات، ممكن نحكي بوسترات مثلا بالمراكز، نشرات توعويه الى اخره، اخلي المعلومه انها توصل للجميع. ثالث شيء indicate the people alternative solutions for solving the health or health problems they have identified. ايش ممكن مثلا alternative solutions؟ نحن بهيلث education احكي لكم مثال. مثلا بيجيك مريض، كانت تصير معنا، يجيكم مريض عنده ستريس او anxiety اللي هو ايش؟ القلق. تمام؟ انت مش انك تحكي له بدي احولك على الطب النفسي او تحاول تعطيه دواء او مهدئ، لا، شو تعطيه alternative solutions؟ تحاول تعمل له health education، تعطيه وسائل حلول بديله. مثلا تحكي له شو رايك نبلش بخطه، وانتم ان شاء الله تصيروا اطباء حتتعلموا هاي الشغلات، خلينا نبلش مع بعض باسبوع مثلا، يا شاب خليك معنا العب اكسرسايز، تمام؟ مثل مشي عادي او في تمارين معينه في يوغا، في على فكره الدانسين كمان بخفف كثير الستريس عند الناس. ممكن انت تعطيه وسائل بديله وحلول بديله، حتى انك مثلا ممكن تحكي له مثلا ممكن تطلع كل يومين تقعد بالنيتشر هيك بالطبيعه او تمشي بمكان هيك فيه خضار، هذا بيعمل لك ريليف للستريس. حتى الهيلثي فود بتعمل ريليف للستريس. فانت شو عم تعطيه؟ alternative solutions عن طريق health education. تمام؟ فهي انت دورك ك health care provider. شو ال elements of health education؟ عندنا اربع شغلات: sender, receiver, message with channels of communication. شو sender؟ مرسل للمريض. هلا نحن هنا قاعدين ب health education عم نعطي محاضره، انا sender صح؟ انا اللي بعطي المعلومات. هو الـ individuals responsible for imparting health information، وهي طبعا اي حد سواء كان educators health professionals
او حتى ممكن زملائكم يعطوكم محاضرة، اي حدا سندر بعطيه معلومة اسمه سندر، ريسيفر مين هما؟ انتو اللي هما بتلقوا المعلومة، الاودينس باي مكان سواء كانوا بسكول بجنرال بابليك، اي حدا بتلقى معلومة انا بسميه ريسيفر. شو المسج؟ هي الانفورميشن صح؟ اللي هي الانفورميشن اللي انا او اللي انتو بتطلقوها. طبعا الانفورميشن بتكون اكوريت وحسب تتناسب مع الاودينس نيدز، فوكسنج اون ديزيز بريفنشن او اي شيء يتضمن المعلومه بغض النظر شو هي. شانلز اوف كوميونيكيشن شو يعني؟ هي وسائل التواصل. الهيلث اديوكيشن ايش الميثودز؟ شو هي الطرق؟ هي ذا ميثودز يوز تو ديليفر الهيلث مسجز. طبعا هي ممكن تكون اشياء ليكتشرز او ماتيريالز برينتد ماتيريالز او اشياء على السوشيال ميديا، هلا رح نحكي عنهم بالتفصيل وهدول كثير مهمين. هم methods of health education. هلا قسموها الابروتش لثلاث شغلات وفيها حكي كثير. الثاني هاي هلا في عندنا individual approach وgroup approach وmass approach. ايش individual؟ اللي هو بشكل هو النهج بشكل فردي، يعني انا وحدا بس individual قاعدين عم نحكي مع بعض. الجروب مجموعه، والماس الناس الجماعه كلهم كل الجنرال بوبيليشن. تمام. طيب الانديفيدجوال انه انا عم بحكي بشكل فردي هو عباره عن health education that is done to help individual انه يتلقى معلومات information to change his attitude او behavior او زي ما حكينا ممكن يغير اللايف ستايل. طبعا it's done according to the situation حسب الموقف، انت حسب شو المعلومه بدك توصل اياها. ممكن تعمل كونسلنج. شو يعني كونسلنج؟ مشوره صح. ممكن تعمل انت مشوره، ممكن تحكي له انه طريقه تعطي alternative solution زي ما حكينا، ممكن تخليه يغير اللايف ستايل بتاعته. فانت حسب الموقف حسب الوضع حسب هو مريض او مش مريض حسب هاي انت بتقدر تحدد شو الهيلث education بتاعك. It can be incidental or well planned. It's done when the wherever the individual comes in contact with the health workers. وطبعا ممكن تكون بأي مكان health education، سواء بعيادات، مستشفيات، بمراكز، بمدارس، بجامعات، هاي health education. وطبعا الشخص ممكن يكون أي حدا سواء كان child, adolescent, elderly، أم، أب، أي حدا تلقى المعلومة هو عبارة عن receiver in health education. طيب أشكال الانديفيدجوال ابروتش هي بتكون عبارة يا personal contact إنه أنا بكون في اتصال مع شخص، أو home visits أو أنا مثلا ممكن أزوره بالبيت، أو personal letters. ليش يا كمالي؟ صورة. طيب personal letters إنه رسالة، ممكن تكون رسالة مسج عادي، إيميل، أي إشي. تمام؟ هاي كلها إنه أنا بتعامل مع شخص واحد، مع فرد. يعني أنتوا بالعيادة لما تعملوا counseling شو بنسميها الأبروتش؟ أنت معك مريض، شو هو؟ individual approach. لا هو mass approach ولا هو group approach. هلا group approach، هل هذا health education for teaching health matters إلى لجروب معين؟ تمام؟ وبدنا ننقي هون الميثود شو الطريقة؟ وهلأ بدنا نحكي عن الطريقة. يعني شايفين هدول الطرق كلهم طبعاً هدول كتير مهمين بدنا نميز بينهم. هلأ بفرق مثلاً أنت حكي لي أنا رايح أحضر كونفرنس، تمام؟ أو واحد تاني حكى لي أنا رايح أحضر ويركشوب، الثالث حكى لي رايح أنا أحضر panel discussion. طب هو إيش هو؟ كل واحد بيحكي على كيفه؟ على مزاج كل واحد نحن بنحكي ولا في كرايتيريا لهم؟ في كرايتيريا لهم لازم تعرفهم. انا ممكن انت بالمستقبل يجيك ايميل انه انت يو ار انفايتد لكونفرنس او يو ار انفايتد تو بانل ديسكشن. طب ايش يعني؟ بدنا نميز بيناتهم. تمام؟ وهدول كثير مهمين انكم تعرفوهم لانكم حتستخدموهم لقدام. وحتعرفوا لما نحكي مثلا انا عندي جروب ديسكشن تفرق لما احكي انا عندي ورك شوب، صح؟ هاي المصطلحات كلها بدكم تعرفوها عشان تميزوا انتوا ايش بدكم، شو نوع الهيلث اديوكيشن رايحين عليه. اول شيء اسهل شيء الليكتشر اللي هي عباره عن شو؟ محاضره زي مثلا احنا بنحكيها. هي عباره عن اورال برزنتيشن
of information سواء كانت facts أو thoughts الأخري. ممكن نستعين بـ AVAs اللي هي audio visual aids، وسائل سمعية بصرية، يعني ممكن أنا أعرض صور، ممكن أعرض فيديوهات، أو ممكن أكتب على روح إلى آخره. هلأ شو الغايدلاينز؟ بده يكون عندنا health educator، حدا بشرح، بده يكون qualified، بيكون إنه مؤهل إنه يعطي محاضرة، بده يكون عندنا subject، the content need to be well organized، يكون محاضرة منظمة. هلأ preferred، شوفوا الـ size of the group، هون بيحكي خلينا نحكي عن المدارس مش عن جامعات، من 35 ل 45. الـ time limit بغض النظر، خلينا نحكي ماكسيمم ساعة، مفروض يعني المحاضرة تكون ماكسيمم ساعة حتى تقدروا تستوعبوهم. question can be asked من الـ audience، ولازم يكون في عنا to ensure الـ attention. طيب demonstration ايش يعني؟ من اسمها demonstration إنه زي شو أو عرض، تمام؟ في قدامكم هدول حتستخدموهم وين؟ كلينيكال. صبية أنت نايمة معانا، ألو وين مو وين كنت تشوف demonstration؟ كلينيكال. وين؟ شوية صح؟ أو بالراوندات نسميها بالروتيشن. بيكون في قدامكم حدا عم يورجيكم شغلات معينة، ممكن براكتس معينة، ممكن كلينيكال اكزامينيشن، أو بشرح لكم عن إشي معين، هذا اسمه demonstration. هلأ the educator show the various steps، بيكون في عندكم بيكون عندهم خطوات معينة للبروسيجر، بورجوها زي شايفين الصورة للطلاب. هلأ it's carried out steps before the audience، إنه قبل ما هم الطلاب يطبقوا في عندنا الeducator هو بورجيهم الستبس، ممكن بعديها طبعا يطبقوا الطلاب ويصير في ديسكشن. هلا شو الحلو بهذا الديمونستريشن؟ انه هو من ادفانتجز تاعونه بيجذب ايش؟ الانتباه صح؟ يعني انتم بتكونوا مثلا بالراوند كلكم مثلا مجموعه مع الادوكيتر مع الدكتور، وهو بورجيكم شيء معين، هذا بخلي عندكم اتنشن صح؟ وشو كمان بخلي عندكم؟ بخلي عندكم ممكن يسوي desirable changes of behavior، إنه غير سلوككم، يصير عندكم active participation، يصير تشاركوا معاه، يصير في interaction، يصير في تفاعل بينكم وبين إيش المعلم تاعكم صح؟ وكمان هي من مبدأ uphold the seeing is believing، إنه أنت اللي بتشوفه يعني بتصدقه أو إنك بتحفظه أو إنك يعني غير لما تشوفه أنت واقعيا من إنك تقرأه. طيب زي حكينا زي مثلا بالهوسبيتالز it has a high motivational value، له قيمة تحفيزية كبيرة، فالديمونستريشن إشي كتير مفيد إنه بحفز البارتيسيبنتس إنهم يشاركوا ويصير في انتراكشن. طيب هلا الجروب ديسكشن، الجروب ديسكشن هم جروب قاعدين مع بعض، مش كتير مبينة يمكن هون، إنه في عندكم هدول البارتيسيبنتس قاعدين مع بعض بالطاولة، ممكن هم لحالهم قاعدين أو معاهم الهيلث إدوكيتر، تمام؟ هلا هم كلهم قاعدين مع بعض بالطاوله، كلهم شايفين بعض وكلهم بتناقشوا مع بعض، او الادوكيتر بعطيهم هالانفورميشن معينه. اذا هي ادوكيشن اوف بيبل انتراكتنج ان فيس تو فيس سيتويشن، كلهم شايفين بعض. اتس باي واي كوميونيكيشن، شو يعني؟ يعني جهتين، تمام؟ This method gives opportunity to exchange ideas and views، بصير في عنا تبادل للاراء او وجهات النظر سواء هم مع بعض او في health educator audience. هلا ايش المهم تعرفوه؟ تقريبا الاعداد. هلا الجروب ديسكشن لازم يكون تقريبا من 6 ل 12 شخص فيه، وعلى فكره هذا سؤال اجاني بامتحان الاختصاص. الاعداد بدكم تعرفوها لانه هاي بتفرق ان انا احكي هذا هل هو جروب ديسكشن ولا هل هو panel discussion ولا هل هو workshop ولا conference، بفرق الاعداد، تمام؟ تقريبا بيكون عندنا بالجروب ديسكشن من 6 ل 12 شخص. بارتيسيبنتس بيكونوا قاعدين مع بعض تقريبا بحلقه وكلهم شايفين بعض، ممكن يكون عندنا ليدر اللي هو الادوكيتر، ممكن كمان يعينوا ريبورتر. ايش الريبورتر؟ اللي بسجل اللي بصير. هلا لا بالليكتشر يكون في ادوكيتر وعندك مجموعه كبيره قاعدين اودينس قاعدين قدامك، ومفروض الادوكيتر بعطي محاضره وبس يخلص الناس تسال،
اما بالجروب ديسكشن الكل بيكون بيتشارك بالاراء وبالحكي، عرفتوا كيف؟ كل واحد بيحكي رايه، مش انه والله محاضر بس بعطي معلومه، لا هم قاعدين مع بعض وكل واحد عنده معلومه بده يحكيها زي برين ستورم. برضه العدد بيفرق صح؟ والعدد بيفرق باللكتشر، اكيد بتكون مجموعه كبيره. الجروب ديسكشن تقريبا من 6 ل 12. هلا البانل ديسكشن شوفوا كيف هدول، هدول يمكن 4 أو 5، هي من 4 لـ 8، خلينا نحكي ماكسيمم 8، من 4 لـ 8 بانل ديسكشن بيكونوا. هلا بحكي لكم زي برنامج ايش مثلا، زي بتعرفوا هذا البرنامج زمان كان زي كلام نواعي عن شو، بيكونوا قاعدين مع بعض سبيكر بتناقشوا مع بعض، هيك كانوا هم 4 أو 5، قدامهم مين؟ الاودينس الناس، فهم قاعدين بتناقشوا مع بعض والناس قاعده بتسمع، بس هم سبيكرز. فايش هذا البانل ديسكشن؟ هم عباره عن ناس اكسبرت، خلينا نحكي ناس يعني زي هاي الصوره تقريبا اذا واضحه، هم ناس متخصصين مثلا موضوع معين تمام، ديسكاس امونج ذيم سيلف، بتناقشوا مع بعض ا جيفن توبيك او اي شيء بدهم اياه. شو الجايد لاينز تاعتها؟ خلينا نحفظها، من 4 لـ 8 في تشيرمان يكون في رئيس عنه، هو يجي بيفتتح الجلسه بيحكي اليوم رح نحكي عن موضوع معين، اليوم رح نحكي مثلا عن دايابيتس تمام، بيعرف عن الناس السبيكرز، بيرحب فيهم ويلكم ذم وبيانتروديوس ذا بانل سبيكرز، هذول اسمهم بانل سبيكرز، بيحكي عن الموضوع باختصار، بيحكي مثلا احنا اليوم رح نحكي عن موضوع مهم، هو مرض مزمن زاد انتشاره في في العصر الحديث وهالحكي، بعطي بريفلي عن التوبيك وانفايتس ذا بانل سبيكر، بعدين بيبدا يحكي للبانل سبيكرز كل واحد يحكي رايه او وجهه نظره بشيء معين، فبصير النقاش بيناتهم. طبعا التشيرمان هذا على فكره وظيفته مش سهله، الرئيس تاعهم او الكوردينيتر بده ينسق، يا شباب ركزوا معي، بده ينسق الموضوع بينهم انه ايوه تفضل ايش وجهه نظرك؟ شو رايك بهذا؟ بده يصير في ديسكشن، حتى بصراحه يعني اذا صارت مثلا احتد الكلام صارت هوش او كذا بيعرف كيف يوقف الامور تمام، كيف يفزع يعني، ما فيش زي الاتجاه المعاكس، ايوه كسروا الطاولات وطلعوا. فالكوردينيتر او التشيرمان هذا مش وظيفته مش سهله. طيب وين وصلنا؟ It's very effective method of education، وبيكون عندنا موضوع guided مش عارف شو qualified speakers، بس ايش هاي planning it consumes a lot of time and energy، انه طبعا بده يكون ينسق الشيرمان، ينسق الموضوع وده ياخذ وقت وتكون الموضوع planned. هلا شو السيمبوزيوم؟ هذا بيعرف بالعربي شو يعني سيمبوزيوم؟ سيمبوزيوم يعني ندوة تمام؟ شو بصير هون؟ شوفوا شو بصير هون، هون بيجي تقريبا خلينا نحكي من 3 لـ 5 العدد، بيجي انهم يحكوا عن مرض معين تمام؟ بدهم يحكوا عن الهايبرتنشن، بيجي سبيكرز كل واحد بيحكي عن شيء معين بالهايبرتنشن، اللي بيحكي عن الـ مثلا السيمبتومز، اللي بيحكي عن الكومبليكيشنز، اللي بيحكي عن الدايجنوسيس، اللي بيحكي عن التريتمنت، فهمتوا كيف؟ موضوع معين بيقسموه بيناتهم، كل واحد بيحكي عن شغله، برضه بيكون في تشيرمان بيطلع بيقدم الموضوع بيرحب فيهم وبيحكي هلا السبيكرز رح يقدموا لكم المواضيع هاي او هاي جوانب الموضوع، كل واحد بيطلع بيحكي شغله وبروح بقعد، بس يخلصوا بصير الاودينس مثلا ممكن يسالوا اسئله، يعلقوا تعليقات، يحكوا رايهم، فهمتوا كيف الموضوع؟ ترى بيسالوا مين؟ هم السبيكرز مش في اودينس الجمهور هذا، اذا عندهم اسئله معينه بيسالوا والله السبيكر انت حكيت نقطه في الدايجنوسيس عن كذا كذا ممكن توضح لي اياها، او ممكن اضيف مع شغله او هيك او اعلق هيك الشغله بتصير. It's a series of speeches on a selected subject by experts. إنه هم هذول شايفين كيف؟ بيكون في experts على موضوع معين بيحكوا واحد واحد. It's done تقريبا 3 لـ 5 بيكون عنا على selected subject قدامهم بيكون الأودينس. بيكون طبعا زي ما حكينا chairman اللي هو بيعرف عن الموضوع وصير يحكي يلا فلان يا جماعة في صوت خليكم معنا، دكتور فلاني تفضل بده يحكي لنا عن جوانب الموضوع من ناحية التشخيص.
بيجي بيحكي بيخلص بيحكي يلا دكتور فلان هلا بده يكمل معانا بالتريتمنت هيك. موضوع واحد مقسم شو اسمه بناتهم اكثر من شغله بنفس الموضوع. احيانا البانل لا بانل شوفوا هي بالبانل هلا بحكي لك هذا جانب اخذ جانب موضوع شغله من الموضوع تمام وروح حكى شغلته وروح. اما بالبانل شو صار دسكشن سبيكرز قاعدين مع بعض مثلا انا هذا عم بيحكوا مثلا عن السيمتومز تاعت المرض هو حكى بنقط هذاك الثاني بيحكي له لا بس انا بحب ازيدك اضيف لمعلوماتك انه في كمان عندنا كذا او ممكن المريض يحس هيك عرفتوا كيف بالبانل في دسكشن في نقاش بيناتهم اما بالسيمبوزيوم لا انا بحكي شغلتي وبقعد هيك بيرجع بيجي الثاني بيحكي عن موضوع ثاني تمام هلا درس نو دسكشن امام ذا سيمبوزيوم ممبرز ما في نقاش انلايك البانل هلا باخر البرزنتيشن بيجي الاودينس ممكن انهم يسالوا اسئله او كليريفاي كويريز او كيف ذا ريفيوز الى اخره وبالاخر بيجي التشيرمان هذا الرئيس انه بيعمل كومبريهنسيف سمري بيعطي ملخص بيحكي لك وهيك نحن استخلصنا بالاخر انه هذا الموضوع عنا فيه كذا وكذا وكذا هاي شو الورشوب شو الورشوب حدا بيعرف حدا عمره حضر ورشه ورشه صح اه اه حلو كيف بيكونوا عاملين كيف بيكونوا عاديين ايوه حلو كم مجموعه بيكون طيب اسمعوا يا شباب عشان تركزوا هسالكم التفاصيل ركزوا شو بحكي اسمعوا يا شباب بيكون مثلا بالورك شوب عندنا اكثر من جروب تمام مثلا حضرت مره ورك شوب عن كونتراسبشن بيكون عندنا اكثر من مجموعه كل مجموعه بنقدر نعتبرها ايش جروب دسكشن لا نحن مجموعه قاعدين مع بعض تمام بدنا مثلا حكولنا بدنا نحكي اليوم عن السايد افكتس للاي او دي قعدنا نحن جروب لحالنا وهدول قعدوا جروب لحالهم وهدول جروب لحالهم تقريبا كان عندنا 5-6 جروبات شو بصير بنصير نتناقش مع بعض تمام بكون في واحد ممكن نعين واحد ليدر وواحد يكتب لنا الاجوبه مثلا ونصير نتناقش بالاخر نكتب صفحه عن طلعنا فيه تمام او اخر ورقه ورك شوب حضرتها تاعت انه بدنا نحكي شو الموارد المفروض تكون موجوده عندنا بالقطاع الصحي فانا مثلا الجروب تاعي طاولتي كنا نحكي بدنا تكنولوجيا بدنا هيومن ريسورسز بدنا ماتيريال ريسورسز وقعدنا نكتب الطاوله الثانيه اخترعوا شغلات ثانيه كتبوا تمام هلا كل هدول الجروبات بيجي بس يخلص كل جروب بيجي بيقدم اللي عنده تمام هلا المسؤول عنا او خلينا نحكي الكونسلتنت او غيره او اللي هامه الورك شوب اللي بده يستفيد منها من معلوماتنا بجمع كل هاي الورق بيطلع بسمري فيها تمام هاي الورك شوب خلينا نقرا مع بعض It consists of a series of meetings طبعا ما بتكون بس مره واحده يعني ورك شوب لشيء معين تلاقينا عملناه 3-4 مرات usually 4 or more with emphasis on individual work شو يعني individual work عمل فردي مش انا قاعده بجروب بس انا بشتغل واللي جنبي بيشتغل وكل واحد فينا بيشتغل نحن بالجروب الواحد كلنا بدنا نشارك individual work ما في حدا بيمثلنا كل واحد فينا بده يشتغل ويحكي رايه within the group with the help of consultants يعني بكون نحن بنكون بنشتغل بتلاقي واقف ورانا واحد من الشركه او مش عارفه مين اللي جايبينهم بيساعدنا مثلا بيحكي لنا شو انه انت شو قصدك بهيك طب شو بتقترح علينا بصير مرات يساعدنا consultants طيب شوف الجايدلاينز شوفوا the total workshop may be divided into small groups زي ما حكينا مثلا لمجموعات وكل مجموعه will choose a chairman and a reporter كل مجموعة بنحكي مثلا بدنا واحد فيها ليدر وواحد يسجل الكلام. طيب the individual work solves a part of the problem through their personal effort with the help of the consultant زي ما حكينا لكم كل واحد يشارك بيعطي رأيه أو بيعطي حلول بس إنه individual كل واحد بيحكي اللي شافه صح والريبورتر بيسجل. contribute to group work طبعا هي هذه
بتشخص او بتتضمن او بتعطينا مفهوم التيم وورك، صح؟ اللي هو شو التيم وورك؟ العمل الجماعي، كلنا قاعدين نشتغل مع بعض كافراد جوا مجموعه، هذا بشخصنا مفهوم الجروب وورك او التيم وورك. وبالاخر بنطلع بلان اوف اكشن، تمام؟ learning takes place. الحلو فيها انه اللعبه التعليم بيكون بجو فريندلي وهابي. انتوا على فكره حلو ان شاء الله، بس يعني تحضر ويركشوبس كلكم تكونوا قاعدين مع بعض ويكون جو ألفة وسعادة ومبسوطين، انكم عم تتعرفوا على الناس وعم تكتسبوا معرفة، وبصير عندكم مثلا. انا كنت قاعدة وانا وزارة الصحة، معي مؤسسة الغذاء والدواء، معي منظمة الابصرمين، كلياتنا بصير في عندنا جو فريندلي وبصير في سوشيال ريليشن شيبس، تمام؟ فالويركشوب اشياء كثير حلوة ان شاء الله، بس بالمستقبل بتحضروا. هلا the workshop provides each participant to improve effectiveness as a professional worker. بغض النظر احنا يعني بما معناه انه كل واحد بيشتغل بمهارة كشخص كindividual worker. طيب خلصنا، هلا نيجي على الرول بلاي. شو يعني رول بلاي؟ زي تمثيل، صح؟ او ناس زي مثل مش مسرحية، تمثيل يعني زي عرض. وانا اكثر اشي بتتذكر كنت تشوفه هدف؟ ايه؟ انا ايش؟ في هدف من المسرحين بالضبط، في هدف من العرض، في هدف من العرض. وين اكثر شيء كنا نشوفه مثلا؟ يعني انا بتذكر ونحن صغار المدارس، صح؟ تلاقي يجي حدا يطلع هدول الالعاب اللي بيقعدوا يحكوا مش عارفه شو، يعني يجي والله حلو. يا شباب خليكم معنا، بس انا بتذكر اكثر شيء كانوا يعملوها الروضه هذول تاع المدارس، انه مثلا بدهم يوصلوا فكره للاطفال، يقوم يجيبوا هيك زي العاب او كاريكاتيرات، يجي كاريكاتير زي مسرحيه يعملوا، الهدف انهم يوصلوا شغله، تمام؟ هاي الرول بلاي. هلا بحكي لك الرول بلاي ماكسيم ممكن يكون عندنا 25 حدا يشارك فيها، يعني بالمسرحيه هاي. هلا انها بتشوز او يوز تو براكتس ريل لايف سيتويشن، هي بتمثل شيء واقعي او حقيقي نحن هدفنا نطلع منه زي ما حكيتوا انتم بهدف او محتوى معين. السايز اكثر شيء ممكن يكون 25 حدا بارتيسيبنت. اتس يوز تو بروفايد ديسكشن اوف بروبلم اوف هيومن ريليشن شيب او اي مشكله ان ريل لايف سيتويشن. طيب اتس باتيكلي يوزفول ايديوكيشن ديفايس فور سكول تشيلدرن، انه هم اكثر شيء كنا نشوفها بشغلات المدارس، بس زي ما حكيتوا في كثير شغلات ريل لايف سيتويشن ممكن يطبقوها، وبس يخلصوا بصير ممكن ديسكشن بالموضوع. هلا ذا ليميتيشن بحكي لك انه مرات الناس البارتيسيبنتس بتكون مثلا شاي بتستحي انها تقوم بهاي الرول بلاي، او انه المحتوى اللي بدهم يورجونا اياه ما يكونش واضح للناس، تمام؟ الكونتنت may or may not surface، انه مش ممكن ما يكون واضح للناس. ايش يا شباب انتوا جايين على هاي المحاضره ولا اللي وراها؟ اللي وراها. طب ليش جايين كثير بكير؟ قد الساعه؟ لسه في نص ساعة للمحاضرة اللي وراها. خلص تفضل يلا. طيب هلا السيمينار اند كونفرنس. هلا السيمينار هم الجروب بيكون اقل، الكونفرنس شو الكونفرنس؟ مؤتمر. طيب بالمؤتمر بدناش نحكي، انتم اكيد بتعرفوا عن المؤتمرات، صح؟ شو بيكون بالمؤتمر؟ بالضبط كل واحد بيقدم ايش؟ برزنتيشن، بيختار موضوع معين. مثلا خلينا نحكي عن الجراحه، مثلا جراحه المسالك البوليه، بيجي ناس، واحد بيقدم برزنتيشن للنساء، واحد مثلا للامراض النسائيه، المسالك النسائيه، بيجي واحد بيقدم لمسالك الاطفال، بيجي واحد بيقدم اونكولوجي عن اورام، تمام؟ فاذا هو عباره عن موضوع كبير بتقسم لمواضيع بيقدموها ناس سبيكرز، وطبعا ما بتكون يوم واحد، بتكون منها يومين ثلاثه الاشي. خلينا نشوف شو كاتبين هون. سيمينارات انتم بتقدموا، صح؟ تكون في موضوع معين انتم بتقدموه، بس بتكون المجموعه شمالها صغيره، هذا اسمه سيمينار. اما الكونفرنس لا، بيكون عندنا مجموعه كبيره وناس كثير بيحضروا. فهو contains a large component of commercialized continuing education، هو طبعا بيمثل lifelong education، التعليم المستمر. يعني احنا التعليم المستمر دائما نبحث عنه، او اكثر شيء بنلاقيه بالكونفرنسز، لانه بتكون معلومات شمالها up to date، تمام؟ It refers to a group of persons who have prepared themselves on a particular topic or problem. إنهم
they will speak to the audience. شو الغايدلاين؟ It contains large components of material زي ما حكينا لمدة يوم أو يومين أو غيره. هلأ report prepared بعد ما يخلصوا هم السبيكرز ممكن إنهم يسجلوا كل هاي البرزنتيشنز يحطوها مثلاً بسي دي أو يحطوها بأي شيء تكون ريفرنس. تمام؟ في طبعاً مودريتر، دائماً في مودريتر هذا المسكين for discussion on each person presentation. في واحد بده يكون يقدم هلأ حيجي الدكتور فلان ويقدم لنا عن هذا الموضوع، يعني ياخذ ويعطي مع الناس. طيب it needs proper planning طبعاً أكيد، سواء كان سيمينار أو كونفرنس بده تخطيط كتير، بده وقت وبده تكلفة وجهد، فالكونفرنس موضوعه بغلب خاصة إذا كان شنو ناشونال. Usually held on a regional, state or national level. It covers a single topic in depth or be broadly comprehensive. يعني طبعا هو بتضمن موضوع، خلينا نحكي في مؤتمر عن الأطفال بتلاقيهم قسموا اليوم الأول رح يحكوا عن هيك واليوم الثاني هيك، فهو موضوع كبير بتقسم بين السبيكرز. طيب they use variety of formats to aid the learning process. يعني ممكن طبعا يستخدموا أي شيء، ملتي ميديا، فيديوز، charts، tables، صور، أي شيء ممكن إنه تساعدهم بالpresentations. آخر شيء شو يعني mass approach؟ حكينا mass نهج الجماعة اللي هو للgeneral population. هذا إشي كثير سهل زي شو؟ يعني طبعا هذا شو ماله؟ انتبهوا وين مكتوبة؟ one way communication. يعني ما في واحد وثاني قاعدين مع بعض أو محاضر وطلاب أو كذا، لا هاي one way communication، هاي من جهة واحدة. زي شو؟ زي التلفزيون، الراديو، المجلات، هاي عبارة عن أي سوشيال ميديا، هاي من جهة واحدة. يعني مثلا عم بيحكوا لك تفتحوا مثلا على مستوى هلا الشتاء بصيروا يجيبوا دعايات على التلفزيون، هي هيلث اديوكيشن عن الكاز والغاز والصوبات وما تقربوا وبصير شو مش بعطوه مش بعطوه هيك اعلانات او بيحكوا، هاي هيلث اديوكيشن شو بنسميها؟ هاي ماس ابروتش، هاي للجنرال بوبيليشن بتكون وان واي كوميونيكيشن من جهه واحده. تمام؟ او دعايات مثلا ممكن نشوف بالسوشيال ميديا او بالمجلات او الجريده، هاي كلياتها تعتبر ايش؟ ماس ابروتش. فهي اذا ايش؟ One way communication. It's for creation awareness in people at large, the whole general population. And the education is done using mass media of communication. طبعا حكينا زي التلفزيون، الراديو، الجريدة، المجلة، السوشيال ميديا، هاي كلياتها تعتبر mass approach. وهيك نحن بنكون ايش؟ خلصنا محاضرتنا. ويعطيكم العافية.